أخوتي وخوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، الله يتقبل منا ومنكم. رمضان كريم، نتمنى لكم كل حاجة اللي تتمنوها زوينة في هذه الدنيا. وفي هذا رمضان فكرت ندير لكم واحد مسابقة تاع القرآن الكريم. كل واحد يصيفط لي صورة تاع القرآن، إما بالفوكال وإما بالفيديو، انا ندير لهم في يوتيوب. و ماشي انا اللي غنختار، هو الجمهور اللي غيكون على فيسبوك ولا على يوتيوب في العالم هو اللي غيختار شكون اللي غيربح هاد رمضان. هاد المبلغ اللي غندير لكم غير هنا لتحت. المهم خوتي، ما تنساوش ديروا ابوني من التحت وديروا لايك، وراه نورمالمون من الشروط. تيتا واحد الصوره تحت النمرة اللي غندير لكم من تحت، صورة القرآن الكريم، ماشي صورة صغيرة، صورة القرآن الكريم. كما بحال هنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. المهم خوتي، أي صورة، أنا سيدي لكم صورة تاع الفاتحة، ولا أنتم أي صورة تعجبكم صيفطوها لي في الفيديو ولا في الأوديو في النمرة اللي تحت اللي غادير لكم في واتساب، أنا غنديرها في يوتيوب. اللي غيربح هاد المبلغ اللي غادي لكم حتى من فوق ولا لتحت ولا بجوج. المهم ماشي انا اللي غنختار، هو الناس في لي كومونتير في يوتيوب ولا فيسبوك اللي غيكتبوا لي شكون الفائز. ونتمنى في هذا رمضان تدوزوا احسن رمضان في حياتكم، واخا يكون هاد المرة محبوس في الدار، ولكن بعد ما توجه للعبادة، توجه للقرآن الكريم، توجه لله سبحانه وتعالى. المهم خوتي، كنتمنى لكم كل الخير، لي كونديسيون الأوائل هو بنادم يدير أبوني باش نصيفطلو، باش يجيلو جديد ولا ربح ولا شي حاجة غيجيلو جديد. لي كونديسيون الأولى هو يدير بنادم أبوني من تحت، ويدير لايك ولا بغا، ويصيفطني. كنعاود لكم ميسيفط لي واتساب باش يشارك في المسابقة، شفتني الصورة تاع القرآن الكريم على النمرة اللي كاينة لتحت. وكنتمنى لكم غير الخير خوتي، كنحبكم لله في أي بلاصة في العالم، أي بلاصة في العالم كنحبكم لله والمسلمين والمؤمنين خاصة. المهم خوتي، كنحبكم لله، ما تنساوش ديروا أبوني من تحت ولا دير واحد لايك. رمضان الكريم، رمضان الكريم منكم.